ايوه يا زهره، هتبعتيه لابو اليسر اشوفه النهارده؟ ابو اليسر مين؟ ابو اليسر ابني. انا حر، انا دي بالاسم اللي يعجبني. طيب تشكري، بس انا عايز اخده البيت معايا يشوف اخواته واخواته يشوفوه. لا يا فرج. لا ليه؟ علشان ما امنش لابني معاهم. ممكن طبعا يكونوا بيكرهوه. انت ناسي ان هو الولد ولا ايه؟ فرج ما تتعبنيش، انا حامل وتعبانه. عايز ايه؟ لا مش هجيبه يا فرج. ممكن يسموه، ممكن ياكلوه حاجه غلط. استريحت؟ انت بتقولي ايه؟ في واحده منهم تشتغل تعمل كده؟ انا كنت امسحهم من على وش الدنيا. ده ابني، عارف يعني ايه ابني؟ طب يا ستي تشكري، بس بقول لك ايه، الجدع اللي عندك ده بقى اللي ما هيجيب لابني مش هقدر ادخله بيتي. ده غريب، ما اقدرش ادخله مع بناتي وحريمي. اذا كان يجي يسلمهولي ويرجع ياخده بعد شويه اهلا وسهلا. قلتي ايه؟ جوزك ده ايه يا بنت الحلال؟ افهمي، جوازك منه ضد الشرع والدين، يعني جواز باطل. وبعدين يا اما انا مش عارفه اعمل ايه يا بنتي، ده ابوه هخاف عليه زيك واكتر. ايوه بس اعمل ايه؟ ده حتى مش عايز فريد يروح معاه. خلاص روح انت. اروح انا؟ اروح للعربتين دول؟ دول يسموني قبل ابني. انا مستعد اروح، بس مين يقعد مع مروان؟ هضطر اخده معايا بقى المكتب. بسم الله ما شاء الله. يخرب بيتك وتصحيني. معلش معلش. الله تعبر قوي. سلم على اخواتك يا حبيبي. اسمك ايه؟ اسمه ماجد يا اختي. لا بعد اذنك يا ست الكل، اسمه ابو اليسر. ابو اليسر فرج ابو اليسر. يو ما تلخبطش الواد. ليش تبريني شبه مع جين؟ بشع الاسم. هذا اسم اخي الله يرحمه. بلاش السيره دي هنا دلوقتي. يعني يا حاج، انت لو كنت قلت لزهره انك عايز تسميه ابو اليسر كانت هتقول لك لا. والله يا ست ام خليل قلت لها بس ما رضيتش، وانت عارفه بقى اللي حصل بعد كده. على اللي حصل بعد كده. والله يا حاج دي كانت بتحبك حب، بس ما اعرفش ده زي ما يكون حد عمل لكم عمل. مظبوط والله يا حماتي، احنا فعلا اتعمل لنا عمل. يلا يا بنات خد اخوك ولعبوه بقى، وروا الهدايا اللي انتوا جبتوها. يلا يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله. يلا يا ابو اليسر. بسم الله ما شاء الله. على مهلك يا اختي، على مهلك. الله اكبر ما شاء الله. سمعتي؟ سمعتي بيقولها ايه؟ بيقولها يا حماتي. المره الجايه رح تلاقي زهره هي اللي جايه وجايب الولد معها. ايه؟ بتتودودوا مع بعض تقولوا ايه؟ لا ابدا يا حاج لا. اصل حليمه محتاره مش عارفه تاكل الست ام خليل ايه. هو انتوا لسه ما طبختوش؟ امال قاعدين بتعملوا ايه؟ قوموا قوموا شهلوا الغدا. ابدا يا حاج ابدا، والنبي ما كل هنا ابدا. انا ورايا حاجات كتير قوي في البيت لازم اعملها. وده معقول برضو حماتي تخرجي من هنا من غير ما تتغدي معانا؟ شايف يا حماتي، شايف البنات فرحانين باخوهم ازاي؟ ايوه يا عم. ماجد عامل ايه؟ مبسوط؟ طب بسهولي والنبي، هي فهيمه وحليمه جنبك؟ اوعى ياما اوعى تاكلي حاجه من عندهم، اتحججي لهم باي حاجه. لا يا اختي انا ما امنش على الواد ياكل حاجه عندهم ابدا في البيت. يا بنتي انا بس كنت هعمل ايه؟ الحاج نفسه عمال لح عليا كتير قوي قوي، ودي اول مره اخش فيها البيت بعد اللي حصل. ما تخافيش، انا هاكله من الاكل اللي الحاج نفسه هياكل منه، اطمني خالص. طب تعالي بقى، تعالي شوفي اخواته بيلعبوا ازاي وعاملين ايه معاهم. الحاج نفسه بيلعب معاه زي ما يكون عيل صغير. خلاص سيبيه واطمني عليه معايا، خليك انت بس في شغلك، فكريش في حاجه تاني ابدا. انا مش فاهمه ايه فرج اللي انت خايف منه ده وعامل له الف حساب. انت يا ابني بتشتغل مع زهره، عارف يعني ايه زهره؟ يا ستي عارف،
بس بعد الضربه اللي ضربها لنا دي يا زهره لازم نعمل له الف حساب. انت نسيتي هو مخسرنا كام لحد دلوقتي؟ يوه، قلت لك هنعوض الخساره ديت وكمان هنكسب في البضاعه بتاعته. ومين عارف بقى هنكسب ولا مش هنكسب؟ يعني انت عايز نعمل ايه دلوقتي يا فوزي؟ انا بقول يعني بعد ما نخلص من بيعه القميش اللي معانا دي نشوف حاجه تانية نشتغل فيها بعيد عنه. قال يعني هو كان بيشتغل اصلا في كارت القميش؟ يا ابني هو عامل كده عشان يحرق دمي ويخسرني، بس الحمد لله عرفت ازاي اقف قصاده. طب ايه رايك ان احنا نتفاهم معاه ونهدي كده الموقف ونخليه بقى يبعد عننا بشر؟ نتفاهم معاه؟ تجرى لك ايه يا فوزي؟ الحاج فرج ده انا هسويه على الجنبين، هخليك لحد عندي يقولي انا سلمت، مش هاجي ناحيتك تاني ابدا يا حاجه سهره. انت اصلك عبيط، مش عارف الضربه اللي جايله مني شكلها عامل ازاي. في حد عند الحاج جوه حجاج؟ ايوه معاه عميل. استغفر الله العظيم. ايه مالك يا استاذ منتصر؟ ما تيجي تقعد تستريح. طيب قول لي هيقعدوا كتير؟ ما افتكرش هيطولوا، الحاج عنده ميعاد بعد نص ساعه بره ولازم ينزل بعد 10 دقائق. على الله على الله ان شاء الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. متشكلني يا حجاج. ايه منتصر بيك؟ مش هنسيب البضاعه. عارف يا سيدي هتستلم البضاعه قريب ان شاء الله مع الف سلامه. ألف سلامة يا مريم بيه، مش تستنى لما تجيله خبر؟ يا عم أنا ناقصك. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا منتصر؟ أنا شايف الست هانم يعني عظمها ناشف قوي، ولا كأن عملنا فيها حاجة. دول حتى التجار اللي كنا بنتعامل معاهم رجعوا لها. سيبنا من الموضوع ده يا حاج وتعالى نتكلم في موضوع أهم. موضوع إيه؟ في إيه؟ كارثة، كارثة كبيرة أوي يا حاج. كارثة؟ كارثة إيه كفل الشر؟ التهرب الضريبي بعت لنا. بعت لنا؟ وبعت لنا ليه؟ إحنا ناس والحمد لله دفاترنا سليمة، وبنقدم الإقرارات في ميعادها، وبندفع اللي علينا على داير مليم. لا يا حاج، بيقولوا إن في مبالغ كبيرة دخلت وإحنا ما ذكرناهاش. مبالغ إيه دي بقى؟ أرباح خمس سنين فاتوا يا حاج. بيطلبونا ان احنا نسدد 120 مليون جنيه والا هيبلغوا عننا نيابه التهرب الضريبي. لا بقى، دول عايزين يخربوا بيتي. الله، مش كفايه ال 20 مليون اللي انا خسرتهم في تجاره القميش؟ ايوه يا حاج، بس ال 20 مليون جنيه دول انت خسرتهم بمزاجك. انت معايا ولا معاهم يا واد؟ انا معاك يا حاج. المهم دلوقتي هنعمل ايه في المصيبه دي؟ ده ملعوب وملعوب كبير قوي. امال فين يا اخويا الناس بتوعك اللي احنا بندفع لهم عشان يسلكوني؟ يا حاج ما الناس دي وظيفتها انها تسهل لنا شغلنا، انما الضرايب دي حاجه تانية خالص. الضرايب دي فلوس الدوله. خلاص يا حبيبي، اذا كان الموضوع كده يقسمونا في الضرايب، مش احنا يبقى لينا الخساره وهم ياخدوا المكسب. ما انا قلت لك يا حاج، قلت لك بلاش تخش في حرب مع مدام زهره، دي ست مش سهله. ايش جاب طوخ لمليك؟ مالها زهره ومال حكايه الضرايب دي؟ الصراحه حاج انا شاكك ان ليها دخل في الموضوع ده. وايه اللي خلاك تشك يا فالح؟ ما هو عدم المؤاخذه اخر مره كنت انا عند حمزاوي بيه لمحتها وهي خارجه من عنده. انت متاكد من الكلام ده؟ بقول لسعادتك انا شايفها بعناية دول. اه بقى، يبقى هي اللي ورا الملعوب ده. بس الصراحه انا مش بلومها يا حاج، انت برضو اللي ابتديت الحرب، وبعدين المثل بيقول اللي يعكس القطه تخربشه، وانت مش بس عكستها يا حاج، ما تاخذنيش يعني ده انت بهدلتها في السوق، خليتها قاعده ما بتشتغلش وحط ايدها على خدها. هو الموضوع كده. طب لو انت مكانها يا حاج كنت هتقف ساكت؟ مش انت اللي عملت لي فيها مستشار يا فالح وقلت لي اعمل كده؟ ونعمل ايه يا حاج؟ بس مش انت اللي كنت عايزها تجيلك على ملا وشها؟ خلاص اتصرف، شوف الموضوع ده يخلص ازاي. انا عندي كام مليون عشان ارمي 120 مليون اوانطه؟ امر لله يا حاج، اتصرف لك انا في الموضوع ده. انا مش خايفه غير من ولية العقربه دي. قال ايه يا اختي؟ ما عمل لهم عامل. وانا كمان قلبي ناقزني. بتعرفي اذا زهره دخلت على البيت يمكن ما تطلع منه تاني مره. نحنا لازم نتصرف. ايوه ايوه لازم نتصرف. وتلاقيهم عاملين حكايه الواد دي زي مسمار جوحه، يفضلوا يتمسكنوا لما يتمكنوا. دخيلي شو هذا العمل اللي انت حكيتي عليه؟ شو هو بيكون؟ هيكون ايه يا اختي؟ سحر
ساحر عشان يفرق بين الناس ويقرب بينهم. وتقبري قلبي، انت بتعرفي تساويه؟ اسويه ايه يا وليه يا مهبوله انت؟ حد قالك عليا ان انا كودي الزار ولا بتاعت اعمال؟ انك لا، انا مو قصدي بانه انت تساويه، انت بتعرفي حدا يساوي لنا يا؟ سيبك بالكلام الفارغ ده، احنا عايزين نشوف حاجه تخلي زهره ما تفكرش في الحج ابدا. شغله؟ شغله مثل شو؟ يا ريت يا ريت موضوع اخوكي ماجد ده يكون حقيقي. لك انتوا ليش مو رجعين تصدقوني بانه انا شفت اخي ماجد؟ طيب شو رايك بانه انا تذكرت المره اللي كانت معه؟ مين المره اللي اجت تغدت معنا هون؟ قصدك مين المره اللي قال الحجي انه في شغل بينه وبينه وما رضي قعدنا معه؟ ايوه ايوه فاكراها، وزي ما يكون شفتها قبل كده، بس مش فاكره شفتها فين. بس انت متاكده ان هي دي اللي كانت مع اخوكي ماجد؟ مثل ما انا متاكده بانه انت اسمك فهيمه. طب ليه ما قلتيش للحج؟ ليش الحج هو رجعي صدقني بانه انا شفت اخي؟ ايوه بس دلوقتي لازم الحج يعرف ان الست دي هي اللي كانت مع ماجد اخوكي. هيك قلتك؟ انت هتخرفي تاني يا حليمه، انا يظهر من بكره هاخدك على السرايا الصفرا. شو هي السرايا الصفرا يا حجي؟ مستشفى المجانين يا حبيبتي. قولي على آنتي، بدك توديني على مستشفى المجانين؟ ليش انت ما عم تصدق الحكي اللي انا عم اقوله يا حجي؟ الله، يعني الست اللي كانت مع عفريت اخوكي تبقى نوال؟ انا ما بعرف شو اسمها، بس بعرف شكلها وبالقطة بين مليون وحدة. يا مثبت العقل والدين يا رب. على كده بقى نوال غاوي عفريت. لك شو عفريت يا حجي؟ هذا اخي ماجد، انا بدي اعرف وين نوال وروح اسألها عن اخي. لا حول ولا قوة الا بالله. بقولك ايه، اوعي تقولي الكلام ده تاني احسن البنت تفتكرك مجنونه. الله يخليك يا حجي، بدي اعرف وين نوال واسالها عن اخي. يا وليه افهمي، اخوك مات وشبع موت واندفن، وانت حضرتي دفنته وعيطتي عليه كده ولا لا؟ انا شلون بدي اكذب عيوني يا حجي؟ خرب بيت عقلك، يعني اخوك لسه عايش؟ ايه حجي لساته عايش. ماشي، سيبيلي بقى الموضوع ده. شو بدك تساوي؟ بعدين تعرفي، أنا حاجب لك قرار. معقول؟ معقول اللي أنت بتقوله ده حد؟ عارف لو كانت قالت لي إن هي اللي شافته لوحدها ما كنتش صدقت ده، لكن لما عرفت إن نوال هي اللي كانت معاه، بيني وبينك بقى الفار لعب في عبي. أنا كنت أصدق لو كانت شافته مع زهرة، آسف قصدي الحاجة زهرة، كنت هقول إنها عارفة إنه عايش ومخبية الموضوع. الله، طب والهلف اللي معاها ده ملوش اي اعتبار؟ الصراحه حق بقى، انا الموضوع ده كله مش داخل دماغي. بقول لك ايه، احنا هنحير نفسنا ليه؟ ما نقطع العرق ونسيح دمه. طب انت ناوي تعمل ايه يا حاج؟ نوال. ايوه الله ينور عليك يا حاج، هي نوال. ساعدتك تكلمها وتسالها. مش بقول لك انت غشيم، ما انت لو كلمتها وسالتها ممكن تنكر. ده لو كان الموضوع حقيقي، انت ناسي ان ماجد ده يبقى جوز صاحبتها؟ حق يا حاج، ده لو ظهر وطلع انه حقيقي يبقى صاحبك راح في الكازوزه. قصدك الواد المش مهندس ده؟ انا ساعتها حجيبه وحشمت فيه شماته، البعرض عليه 5 مليون جنيه عشان يخلع يقوم يعمل لي فيها ابو علي. وساعتك على المؤاخذه ناوي تعمل ايه مع نوال؟ انا عايز تركز على نوال، عايزك تراقب كل تحركاتها وتشوف قدام بيتها مين اللي داخل ومين اللي خارج. اشوف انا بنفسي يا حاج؟ لا انت بنفسك ايه، ما انا وانا عارفك كويس. شوف حد من رجالتنا. ايوه يا حاج، بس احنا ما فيش حد من رجالتنا يعرفه ولا عمره شاف. عباس السواق يعرف ماجد كويس، ياما وصله بالعربيه. شوف يا حاج، انا الموضوع ده لغايه دلوقتي مش قادر اصدقه. طب انت بنفسك يا حاج عمرك سمعت عن واحد ميت امن تربته؟ هنلم كل بضاعة الحاج فرج اللي في السوق. هنعمل ايه؟ الرئيسة شايفة ان مفيش طريقة نضرب بيها الحاج فرج غير كده. وهنصرفها امتى دي؟ مش هنلحق مع بضاعتنا، رمضان هيخلص والطلب عليها هيقل. والغريب ان الحاج فرج عارف العملاء بتوعنا واحد واحد. تلاقي اي حد قال. حد مين يعني؟
ايه ما ترديش ليه؟ رقم غريب. المهم خلينا في اللي احنا فيه. كنا بنقول ايه؟ تفتكري مين اللي قال له نوال؟ مش راضية ترد. لازم قاعدة مع زهرة. بعت لها مسج يا حاج وحدد لها معايا تقابلك فيه. خد يا اخويا انت اعمل الحكاية دي، انا ما بفهمش في المواضيع دي. مش هتتعلم التكنولوجيا بقى حاج؟ التكنولوجيا الصح هنا. هو في تكنولوجيا تقدر تفكر وتخطط وترسم زي الدماغ دي اللي خلقها ربنا؟ اهلا اهلا يا ست نوال. ازيك يا حبيب؟ الحاج جوه ومستنيك. في حد معاه؟ لوحده. اول ما تدخلي هولع اللمبه الحمراء. اقول مبروك. مبروك على اي حاج؟ على الجواز. جواز؟ جواز مين؟ جوازك انت يا عروسة. انا؟ مش برضو كنتوا تقللنا عشان نقوم بالواجب؟ انا ما اتجوزتش حاج فرج. وبعدين بقى انا وقال. طب عودي عودي استريح. احنا مش خلاص يا نوال بقينا اصحاب، مش لازم نخبي حاجه عن بعض. لكن انا لغايه دلوقتي مش مصدق ازاي تتجوزي واحد الناس كلها عارفه انه مات. تقصد مين يا حاج؟ وفي غيره كابتن ماجد. انت مين اللي قالك؟ عيب عيب قوي تسالي فرج ابو اليسر السؤال ده. ابوس ايدك يا حاج، انا مش عايزه اي حد يعرف الموضوع ده. انا كمان زيك بالظبط، يهمني ما حدش يعرف الموضوع ده غير انا وانتي وبس. لا هو في واحد تاني عارف. مين؟ الباشمهندس فريد. الله، باشمهندس فريد. ده على كده بقى الحكايه كبرت قوي. لا ما كبرتش ولا حاجه، ده هو موعدني ان هو يشوف لي شغل بره انا وماجد. انما يا اخويا حكايه ماجد ده ما اسالش على مراته، ما اسالش على ابنه. امال ايه بقى الحب الشديد قوي اللي كان بينه وبين زهره ده؟ ماجد فاقد الذاكره يا حاج ومش فاكر اي حاجه. وانا بقى كده عرفت الموضوع من ساسه لراسه. انما يعني ايش معنى ماجد ده اللي انت اتجوزتيه؟ بحبه يا حاج، بحبه. زهره خدته مني والحمد لله اهو ربنا رجعهولي. على ام اطمني، سرك كبير. بتعرفي عندك حق برضه انك تاخدي جوزك وتبعدي، ولو عاوزه تخليه وتسافروا بره انا سداد. لا يا حاج، سفر بره ده محتاج ترتيب، انا عايزه هنا في مصر، يعني بورسعيد، شرم الشيخ، اسكندريه. بس كده؟ دي بسيطه قوي، من عناية الاثنين. بس انت عارف بقى يا حاج فرج، السفر ده محتاج مصاريف وسكن واللازم منه يعني. ولا يهمك، انا رقبتي سداده، انا هوضب لكم كل حاجه. بس انا بقى اللي يهمني يا نوال ان فريد بالذات ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده. اصل لسه في بيني وبينه لعب، وانا عايز العب معاه على الرايق. شو سويت مع نوال؟ نوال مين؟ هاي اللي شفتها مع اخي ماجي. صحيح، وانا ما قلتلكيش. لا تقبر قلبي والله ما قلتلي شيء. الموضوع كله طلع في شنك. شو يعني في شنك؟ يعني الموضوع طلع ملوش راس ولا رجلين. حجي انت رحت وشفت بعيونك؟ طبعا. انا هعرف ان اخوك ماجد طلع من تربته وحسكت؟ انا طبيت عليها على طول. وانت مش قلتلي ان نوال كانت معاه؟ انا ما بعرف شو اسمها بس بعرف شكلها، هي اللي اجت تغدت معك هون حجي. ايوه عارفه، انا طبيت على نوال من غير احم ولا دستور. عارفه لقيتها ايه؟ شو لقيتها؟ لقيتها متجوزه راجل محاسب في شركه كهربائيه، راجل ابن حلال قوي وذوق. عرفتني عليه. هو صحيح شبه اخوك ماجد، حقيقي حقيقي بقى يخلق من الشبه 40. يعني انا اللي شفته بيشبه اخي ماجد؟ انت يا وليه بتفهمي منين؟ بقول لك يخلق من الشبه 40. هو اخوك كان بيشتغل ايه؟ طيار. كويس، يعني كان بيشتغل فوق، ده بقى بيشتغل تحت على الارض. عارفه لو الموضوع ده جبت سيرته تاني الصرايا الصفرا مستنياكي. الله معك يا حجي. بصراحة بقى أنا مش مصدقة ولا كلمة من اللي قالها الحاج.
لك حبيبتي شلون مالك مصدقتي؟ هو اللي قال انه راح وشافه. الله، امال اللي انت شفتيهم دول بأمي يمكن تشبه نوال. يو، انت مش قلتي انك تقدري تطلعيها من وسط مليون؟ بلا، بس قولي لي طيب شو بدي ساوي؟ انت كلمي زهرة واحكي لها على كل اللي شفتي. لك حبيبتي نوال طلعت متجوزة واحد محاسب. يو، احنا ما يهمناش نوال، احنا اللي يهمنا ماجد. طيب اذا انا قلت لها لزهرة شو بدي استفيد؟ اذا نحن عم نعرف وين طريقه؟ هي هتدور عليه بمعرفتها وهتعرف تجيبه من تحت الارض. والله انا خايفة بانه الحج يدرى يوديني على العصفورية. ايه العصفورية دي؟ بلدكو؟ يخرب بيتك، شو بلدنا؟ هاي مستشفى المجانين. والله انت لا هتوديني هناك. لا، مش هدفع ولا مليم زيادة، انا الضرائب اللي عليا دفعتها. يا حج، احنا مش عايزين نعمل مشاكل. انا بقى بتاع مشاكل وهفضحهم. الله، هما فاكرين نفسهم ايه؟ هي البلد دي ما فيهاش مسؤولين، انا بقى هروح اقابل المسؤولين واقول لهم على كل اللي بيحصل. لا يا حج، انت كده بقى عايز تزود العداوه اللي بينك وبينه. انا من ناحيتي ما فيش غير الحق والمستحق، اكتر من كده ما عنديش. طب ايه رايك يا حج احنا نقعد مع بتوع الضرايب ونحاول نوصل معاهم لحل وسط؟ لا، مش هتفاوض معاهم، انا الضرايب اللي عليا دفعتها على داير مليم، وزي ما قلت لك انا هروح للمسؤولين وانا متاكد انهم هينصفوني. بعد كده بقى يضربوا دماغهم في الحيط. عدم المؤاخذه حمزاوي بيه، انا لغايه دلوقتي مش فاهم انتوا ليه دربكتوا الدنيا كده على دماغ الحاج فرج ده. احنا يا باشا ما صدقنا انه يمشي تحت طوعكم وينفذ كل اللي انتوا بتقولوا عليه. دي قرصة ودنا بس عشان ما يضايقش زهرة. زهرة؟ عدم المؤاخذة، وإيه علاقة موضوع زهرة بعلاقتكم بالحاج فرج؟ دي سياسة عليا يا منتصر، لازم نعمل توازن بين كل رجال الأعمال عشان كل واحد يمشي شغله. أخذنيش يا باشا يعني في السؤال، هي زهرة تبعكم؟ مش من حقك تسأل السؤال ده يا منتصر. أنا آسف يا باشا على السؤال يعني، بس الحقيقة يعني أنا كان كل هدفي إن احنا نهدي النفوس، لأن الحاج فرج يعني شايط على الآخر. شايط؟ هيعمل إيه يعني؟ لا، من ناحية هيعمل، هو عايز يوصل الحكاية لغاية فوق قوي. هو قالك كده؟ مش قال يا باشا، ده مصمم على كده. الراجل ده مضايقني قوي وبقى مزعج جدا على فكرة. انا عشان كده زوي باشا بنصح يعني انكم تاخدوه بالسياسة. انت اتفاهمت معاه؟ قعدت معاه وفهمته ان احنا ممكن نقصف موضوع الضرائب ده؟ حيا باشا هو مصر انه مسدد كل اللي عليه، وبصراحة برضو معرفتي بالحاج فرج فانا عارف انه طول عمره راجل حقاني وماشي بما يرضي الله. طب هو عايز ايه؟ هو مش عايز اي حد يرسل. طيب انا بقول يعني نقصلت المبلغ وبعدين نبقى نعوضهوله في عملية تانية. انا مش عايز منظرنا يبقى وحش قدام المسؤولين في المكافحة منتصر. طب بيني وبينك كده حمزاوي بيه، ما تاخذنيش يعني بصراحة، الحاج فرج عليه حاجة. ما قلتلك قرصة ودن. ايوه قرصة ودن، ما قلناش حاجة، بس الخوف يعني ان الحاج فرج يركب دماغه ويوصل الموضوع لأبعد مما نتخيل. ساعتك عارف طبعا ان الناس دي ما بتحبش حد يتصدم. ما هو ده دورك بقى منتصر، عايزك تقعد معاه شوية وتهديه وترسيه وتعقله كده. انا مش ناقص وجع دماغ، كفاية عليا صحف المعارضة وطولة لسانها. ما انا قلتلك الناس يخافوا ما يختشوش، هما فاهمين ايه؟ البلد خلاص ما فيهاش رجاله. ما خلاص يا حاج، الموضوع انتهى. لا يا حبيبي ما انتهاش. ليه يا حاج، في ايه تاني؟ ايه بقى المشاريع دي اللي شغاله فيها الست زهرة؟ مالها هي ومال المقاولات والمباني والاراضي؟ هي حره يا حاج. لا مش حره، الله، دي ميغه. طب انا كمان عايز اخش في الميغه دي. وانت محتاج يا حاج. يا سيد البحر يحب الزياده، بعدين ده بيزنس.
ايوه حاج، ما تاخذنيش يعني، الناس قلقانين منك برضو شويه. طيب ما نفتح صفحه جديده ونمشي مظبوط. طب يا حاج نصبر شويه لغايه ما النفوس تهدى. طب شوف لي انت النفوس تهدى بكام وانا رقبتي سداده. ما كان من الاول يا حاج. من الاول ده ايه؟ كنت عايزني كده ارمي 120 مليون جنيه ما اعرفش رايحين فين. ثم هم مالهم بينا؟ بيتدخلوا ليه بيني وبين مراتي؟ مراتك انهي فيهم يا حاج؟ زهره يا منتصر. ما كفايه بقى يا حاج، كفايه يا حاج، ابعد عن الشر وغني له وخلينا نركز في شغلنا. لا فرخه سمنه يا منتصر، سمنه قوي وبتبيض بيض ذهب، وعندي فلوسي انا اولى بيها، انا احق بيها. يبقى خلي المحامي يعدي عليا بكره شويه. اهو بالنسبه للمحامي ده حاج، انا مش عارف اختفى فين، كنت عايزه في موضوع كده سالت عليه قالوا لي سافر اسبوعين وهيرجع. وماله نستنى اسبوعين؟ هي دنيا طارت. سكرت تلاقيها مش عارفه نمرتك. طب انا شو بدي ساوي؟ هقول لك ابعت لها مسج. وشو بدي اكتب لها بالمسج؟ شو انت ما تعرفيش تعملي حاجه لوحدك ابدا؟ قولي لها انا حليمه وعايزاكي تردي عليا ضروري. ماشي يلا. يا حليمه ازيك يا حبيبتي؟ وفاهمه اخبارها ايه؟ مش عايزه اقول لك وحشتوني موت. طبعا امي بتدعي لك كل ما بتيجي هي وماجد عندكم، بتقولي اكلكم تحفه. طبعا خصوصا اكلك انت يا حبيبتي. قولي يا حبيبتي اموريني. تقبري قلبي، ما دام بتعرفي انه اخي ماجد عايش، ليش ما خبرتيني بهذا الخبر السعيد؟ مين اللي قالك الكلام ده يا حليمه؟ انت شفتي ماجد؟ متأكدة ان هو ماجد اخوكي؟ شفتيه فين يا حليمة؟ مين دي اللي كانت معاه؟ بدك تعرفي مين اللي كانت معه؟ ايه؟ انا اقول لك مين اللي كانت معه. كلمي مين يا حليمة؟ هي الو حليمة، انت سمعاني؟ حليمة بقولك مين اللي كانت معاه؟ زهرة. يا نهارك اسود، زهرة! انت بتكلمي زهرة؟ اصلها كانت عايزاها تبعت الواد عشان اخواته عاوزين يلعبوا معاه. بقى كده؟ لا والله فيكوا الخير. أنا كمان شفت ماجد. يعني ما جبت لهاش سيرة أخوكي؟ لا تقبرني، ما جبت لها سيرة. شلون يعني بدي جيب لها سيرة وأنت قلت لي اللي شفته شبه ماجد؟ حليمة، أنت عارفة كويس قوي إني ما أحبش حد يكذب علي. قالت إيه يا فهيمة؟ مالتش، أنا ما سمعتهاش قبل سيرة المرحوم خالص. ولا سيرة نوال؟ لا لا يا حاج. طب شوفوا بقى، قسما عظما لو عرفت بعد كده ان واحده فيكو اتكلمت مع زهره بلاش وقعد في البيت ده، فاهمين؟ مالك يا زهره شفت يا نوال؟ كان عندي حق في كل اللي قلته. ايه اللي انت قلتيه يا حبيبتي؟ ماجد لسه عايش يا نوال. تاني يا زهرة؟ تاني هنرجع للموضوع ده؟ تاني وتالت ورابع. انا حليمة اخته لسه قافله معايا التليفون دلوقتي. وقالت لك ايه؟ قالت لي انها شافت ماجد اخوها ومع واحده. وما قالت لكيش مين دي؟ ملحقتش يظهر. فرج دخل عليها في قفة السكة على طول.
طيب ما راحتش ليه وكلمته؟ حصل لها زي ما حصل لي بالظبط، اغمى عليها. طب ما يمكن يا حبيبتي ده واحد شبهه زي اللي شفناه في شرم الشيخ. انا كل ما نشوف واحد هنقول شبهه. انا شفته وشبهه كمان، اخته وشبهه. والله يا زهرة انا مش عارفة اقولك ايه. انا حاسة ان ماجد قريب مني قوي. حسن لو دورت عليه هلاقيه. هتلاقيه فين بس؟ هتلاقيه فين في وسط الملايين دي كلها؟ مش عارفة يا نوال، مش عارفة. اللي ما هو موجود سامي ليه؟ هو مش عارف ان انا محتاجة له جدا. هو ده اكبر دليل ان هو مش ماجد. ده اكيد واحد شبهه هو اللي عامل اللخبطة دي كلها. وبعدين يا حبيبتي ماجد بيحبك. ده انا عمري ما شفت راجل بيحب واحدة زي ما هو كان بيحبك. انا شفته وقلت شبهه. اخته كمان من لحم ودم وشافته بتقولي شبهه. الحكايه دي فيها سر وانا لازم اعرفه. الموضوع في منتهى الخطوره يا حاج. انا خايفه مراتك تشوفني تاني مع ماجد. اقعدي اقعدي بس واهدي كده، هدي نفسك ولا كأنه حصل حاجه. انا نبهت على حليمه وفهيمه ما كلموش زهره خالص، وانت عارفه ما يقدروش يخلفوا لي امر. يا حاج الموضوع بيكبر، انا خايفه زهره تشوفنا. خلاص، انت مش كنت عايزه اسافر بره القاهره؟ انا عندي فرع في اسكندريه هشغلك فيه، وجوزك برضه هلاقي له شغلانه هناك عند واحد صاحبني. المشكله دلوقتي هسيب زهره ازاي؟ لازم يكون في سبب مقنع، دي ممكن تشك فيا. انا اقول لك تعملي ايه؟ اهم حاجه ان زهره تستغنى عني، ولما امشي تقول بركه يا جامح. انت تعملي في شغلك، تروح عند اخر تضيع اوراق مهمه هي تبقى تلاقيها بعدين. طبعا هي تيجي تشتكي لي، انا بقى هرزعكي لسفين التمام. تفتكر كده هتستغنى عني؟ وتكسر وراك زي كمان. انت عارفه زهره في شغلها ما عندهاش هم مرحمين. اهم حاجه لما اسافر الاقي وظيفه ماجد جاهزه. عيب، انا مجهز كل حاجه. انا وانت وريني انت لقيتي شغل ازاي؟ واحد من العملاء عنده شركه هناك. طب الراجل ده ما يقولش لزهره؟ لا، انا منبهه عليه. بس طبعا يا باشمهندس انت عارف ان السفر ده محتاج مصاريف وعفش وسكن. انا هديكي مبلغ كويس تمشي نفسك بيه. بقول لك ايه، اخبار ماجد ايه؟ ما ظهرش عليه علامات ممكن ترجع له الذاكره؟ ما افتكرش.